الحمد لله النهائي كان رائع رائع يعني. بنتنا طبعا نور الشربيني دي اول مره تكسب بطوله بلاك بول، مره طلعت من اماندا برضو طلعت، ومره خسرت في الفاينل من هانيا حمامي، فكنا قلقانين جدا بصراحه يعني، كنت بشجعها بحرقه. الحمد لله كسبت، والفاينل كان رائع يليق بفاينل بلاك بول بي اس اي. التنظيم كان طبعا كان صعب جدا علينا، بس يعني قدرنا طبعا في ظروف الكورونا دي، تالت بطوله نعملها في ظروف الكورونا، الحمد لله قدرنا نسيطر على الموضوع. عملنا نظام البابل ومفيش اي حد يطلع من البابل، مفيش غير لعيبه واحده طلعت ومشيت من البطوله. اللعيبات كلها التزمت، واحنا طبعا كنا ماشيين طبقا للتعليمات، وكان متابعنا وزير الشباب وزاره الشباب كلها ووزاره الصحه. هو الحقيقه نور واماندا يرجعوا من أي من 15 سنه بيلعبوا من ناشئين ضد بعض، ولما كانت اماندا بتيجي تتمرن هنا كنا بنروح برضو نادي سموحه وبنلعب مع نور، وبعدين بطوله العالم والناشئين كانوا بيلعبوا ضد بعض، والحمد لله يعني كلهم في الآخر والأول هم أصحاب برا الملعب، وبعدين منافسين جوه الملعب، والاثنين بسم الله ما شاء الله عليهم يعني بيحترموا بعض، واللياقة البدنية واللياقة والسبورتسمانشيب كلها كويسة الحمد لله. مبسوطة جدا طبعا، بطولة بلاك بول من أكبر وأهم البطولات عندنا، وزي ما انت قلتي إن أنا وصلت الفاينل كذا مرة وخسرت، فكان نفسي إن أنا أقدر أحقق اللقب ده، فأكيد طبعا مبسوطة جدا إن أنا كنت جاهزة للبطولة وقدرت إن أنا أكسب المرة دي. كل بطولة بتبقى مختلفة طبعا عن البطولة اللي قبليها، فكنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا اعتبر ان دي بطوله غير الثانيه، او ان انا جيت هنا مرتين وخسرت، وان انا دي بطوله جديده، واحاول ان انا افكر بس في كل ماتش وما افكرش ايه اللي ممكن يحصل بعدين. تنظيم طبعا ان احنا نبقى نعمل بطوله كبيره في الوقت ده، فيها اكتر من 40 لعيب جاي من العالم كله، بطوله كبيره فيها جمهور بتيجي تتفرج، اكيد دي حاجه كبيره جدا وانجاز كبير جدا، وديت احنا مش اول بطوله نعملها، دي رابع بطوله في مصر نعملها بنفس المستوى، فطبعا دي حاجه كبيره ولازم انجاز نبقى شايفينه يعني. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا كلنا عارفين كويس جدا قدر ابطالنا المصريين في رياضه الاسكواش بصفه خاصه، وتصدرهم للتصنيف العالمي شباب وبنات لشهور متعدده. من كام يوم توجت نور الشربيني ببطوله بلاك بول الدوليه المقامه في مصر، وحاليا منافسات الاسكواش للرجال مستمره وهتخلص يوم 25 من الشهر الحالي. خلينا نتكلم عن هذه البطوله وعن المنافسه اللي فيها وعن جوائزها مع استاذ محمد رائف، وهو مدير بطوله بلاك بول الدوليه للسكواش. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك يا فندم. انا لا اسعد بوجودي معاك. صباح الخير استاذ رائف. صباح الخير بحضرتك. ونبدا بالبلاك بول، يعني هذا المسمى وليه تسمى كده ونفهم اكتر. بلاك بول ده نادي، بلاك بول نادي انشئ حديثا في مصر، بقى لنا حوالي 3 سنين بس فاتحين النادي، وهو نادي خاص. احنا بنشتغل طبقا لقانون الاستثمار الرياضي او قانون الرياضه الجديد لسنه 2017 اللي سمح للقطاع الخاص انه يستثمر في انشاء النوادي واداره الخدمات الرياضيه. كويس. النادي بيتميز ان هو في رياضات متعدده، ولكن رياضه الاسكواش واخده الحيز الاكبر عندنا في النادي. النادي فيه 19 ملعب سكواش، وده اكبر نادي في مصر يضم عدد ملاعب سكواش. صحيح. منذ افتتاحنا في 2018 واحنا خدنا على عاتقنا يعني تنظيم بطوله دوليه في الاسكواش للرجال والسيدات، ولحد ما بقت بطوله بلاك بول تعد من واحده من اكبر 7 بطولات بيتم تنظيمها على مستوى العالم. ده راجع لتصنيفها، احنا بنعمل بطولاتنا بتصنيف بلاتينم، يرجع لحجم جوائزها الماليه انها جوائز ماليه ضخمه، وبالتالي حطها في اطار افضل بطولات بتنظم على مستوى العالم. يعني هي من 2018 لحد دلوقتي كام بطوله تمت عشان بس ابقى فاهمه؟ 7 بطولات. 7 بطولات في 3 سنين، اقل كمان من 3 اقل من 3 سنين. عملنا 7 بطولات دوليه في الحقيقه، يعني استطعنا ان احنا نكتب اسم نادي بلاك بول على مستوى العالم، في يعني بقينا لينا
تريد مارك يعني او علامه مميزه في عالم السكواش في ودي حاجه جميله تحسب لينا اكيد وفي زمن قياسي الى حد كبير. طب البدايه نفسها يعني مجرد الفكره طالما بقى كان يعني الظروف اللي استجدت سمحت بالاستثمار في مجال الرياضه وفي انشاء الملاعب والمؤسسات الرياضيه المختلفه، اشمعنى اخترتوا ان انتوا تكونوا مركزين بصفه خاصه على الرياضه دي؟ هل عشان مصر بينت أمارة قبل منها بسنين من خلال مجموعة كبيرة من الشباب والشابات في بطولات عالمية في الاسكواش وتصدروا المراكز الأولى، ولا حسيتوا أن الرياضة دي مش واخدة حقها ومحتاجة تدعم أكتر؟ يعني ليه اخترتوا التركيز على الاسكواش بصفة خاصة لما قررتوا تستثمروا؟ في الحقيقة أن احنا مجموعة من المستثمرين، عددنا بدأنا المشروع كنا حوالي 9، ممكن أقول 7 مننا كانوا أولادهم بيمارسوا رياضة الاسكواش، فكلنا كنا يعني منغمرين في هذه الرياضة محبين ليها جدا. احنا كلنا برضو كنا بنمارس الرياضة على مستوى الهواء، وبالتالي لعبة الاسكواش مرينا بكل بقى المراحل بتاعتها مع أولادنا، وكنا في الحقيقة شايفين ان مصر بتفتقر الى نادي يكون عنده شبه تخصص في هذه الرياضة اللي احنا متميزين فيها على مستوى العالم. كنا بنلف العالم مع أولادنا، شفنا أندية كتير في العالم كله، وحتى النادي بتاعنا واخد السمة والطابع للأندية في أوروبا وأمريكا. النادي يعني 19 ملعب، ما فيش حد فكر أبدا أنه يحط هذا العدد من الملاعب داخل نادي واحد، إحنا الحمد لله عملناها. اتجهنا لأننا ننظم بطولات لأن إحنا محبين وعاشقين لهذه اللعبة، وشايفين ان احنا لازم يكون لنا دور، مش بس دور الاستثماري، احنا كمان لازم ندعم هذه الرياضه ونساعد على انها تنتشر بشكل اكبر، نساعد على اننا نغري لاعبين جدد ان هم ينضموا لمنظومه او لهذه ممارسه هذه الرياضه. كمان يعني من خلال هذه البطولات احنا استطعنا ان احنا نجذب رعاه متميزين جدا معانا في هذه البطولات، مؤسسات ماليه كبيره، رعاه لاول مره بيرعوا رياضه الاسكواش. كل ده في الحقيقة بيضيف إلى هذه الرياضة، والرياضة أصبحت في العالم كله هي استثمار وليها اقتصاديات عالية جدا على مستوى العالم، وآن الأوان إن احنا نحط رجلنا. فمصر في الحقيقة بتمشي بخطوات سريعة جدا في هذا الاتجاه، وبالتحديد في الاسكواش. الاسكواش في كل يوم في مجمع اسكواش بيضاف في مصر، حتى الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبدعم من القيادة السياسية، في كل يوم بنلاقي مجمعات سكواش بتنشأ تتبع حتى الحكومة. أما وزارة الشباب تتبنى مشروع المشروع القومي للناشئين والبراعم في السكواش، ده اهتمام متزايد طبعا حاجة مهمة جدا. والحمد لله زي ما حضرتك قلت احنا متسيدين العالم، يمكن الجينات بتاعتنا، يمكن طريقة تناولنا، تدريبنا، حاجات كتير جدا احنا بنعملها بتؤدي ان احنا نبقى متميزين في هذه الرياضة. انا عايز اسال حضرتك وده ربما يكون تقصير يعني مننا احنا البعض، لان انا يعني ربما اعتقد ان الاكبر البطوله الاكبر او المنتشره اعلاميا اكتر هي مثلا بطوله الجونه الدوليه للسكواش. انا بصراحه ما اعرفش معلومات كتير عن البلاك بول، وما اعرفش مين الاسامي حتى اللي شاركت، فلو حضرتك تطلعنا اكتر لان ممكن يكون في ناس فعلا مش واصل لها ده. مين مثلا ابطال مصريين شاركوا؟ مين الابطال اللي جم وكمان تصنيفهم عالميا كان ايه من الخارج؟ وتمت امتى؟ يعني عايزين برضو معلومات من حضرتك اكتر عن البطولات اللي تمت الدوليه في مصر. بطولة الجونة بطولة متميزة، ومن أحد التميزات اللي فيها أن هي بطولة مستدامة ومستمرة يتم تنظيمها سنويا. ممكن يكون في خلال ظروف الكورونا أو الجائحة اللي مرنا بها العالم هي لم تعقد السنة اللي فاتت، ولكن متوقع أنها تعقد إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. بطولة بلاك بول بطولة زي ما قلنا تصنيفها بلاتينم، التصنيف ده بيسمح ل 96، احنا عاملين بطولتين سيدات ورجال، بنسمح ل 48 لاعبه من ارقى تصنيف على مستوى العالم تشارك في هذه البطوله، وارقى تصنيف للرجال 48 لاعب يشاركوا في هذه البطوله. فالبطوله القائمه او البطولتين القائمين احنا معانا 96 لاعب ولاعبه، دول بيمثلوا 21 دوله. فاستطعنا ان احنا طبعا احنا في خلال يعني ظروف الجائحه الكوفيد 19، احنا في ديسمبر اللي فات نظمنا بطوله دوليه كبيره جدا برضو، كانت بتضم 64 لاعب ولاعبه. ده ديسمبر اللي فات في الكورونا.
وفي مارس هو احنا بنعمل بطولة اكبر شوية ونسمح ب 96 لاعب ولاعب. طبعا الكلام عادي وما كانش في اي مشكله والبطوله تمت تمت. طبعا في ديسمبر كان في تخوف شويه من البعض، لكن احنا كنا من خلال منظمه اللاعبين المحترفين بنخطر كل اللاعبين بالاجراءات اللي احنا بنتبعها وهنتخذها. احنا طبقنا نظام البابل، وده كانت اول مره تطبق في مصر، تاني مرة طبقت في مصر في بطولة كرة اليد، بطولة العالم لكرة اليد، بعد كده في الرماية، بعد كده معانا احنا بنطبقها للمرة التانية. اللاعبين بيتم تطبيق إجراءات احترازية شديدة جدا عليهم، متوافقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، متوافقة مع والرانكينجز بتاعتهم. يعني حتى عندنا في مصر مثلا مين شارك؟ مثلا شارك عندنا عمرو شبانة، الشرباجي، يعني سيدات مثلا رنيم، نور الشربيني، يعني الأسامي اللي هي المصنفين في الأوائل في مصر. عمرو شبانة طبعا من الأسماء الكبيرة البراقة، بس هو يعني اعتزل من زمان. طبعا اعتزل عمرو شبانة من زمان. احنا بيشارك معنا مصنف، لو قلنا على مستوى رامي عاشور، يعني في برضه رامي عاشور اعتزل. ايوه بس هم شاركوا في البطولات قبل كده طبعا اكيد. اللي شارك معنا بنات، مصنفة رقم واحد نور الشربيني، وهي استطاعت انها تحصل على اللقب. كان مشارك المصنفة رقم اثنين نوران جوهر، ولكن ظروف انها تم استبعادها في اثناء البطولة لانها طريق السهو او طريق غير مقصود، خرجت من البابل او الحاجة الصحية اللي احنا بنقول الفقاعة الطبية، وبالتالي تم استبعادها من البطولة. شاركت في البطولة كاميل سيرم، دي اللاعبة الفرنسية مصنفة رقم ثلاثة. عايز اقول لحضرتك من واحد لغاية 46 تصنيف على العالم، اعلى تصنيف شاركوا كلهم. احنا كمان بندي الناشئين نادي بلاك بول، بنعطيهم بنختار اثنين من الناشئين من البنات واديناهم الوايلد كارد، الكارد الافضليه، ده بيسمح لهم ان هم يشاركوا في هذه البطوله. نفس الموضوع في الرجال، عندنا رقم واحد علي فرج مشارك، وعلى فكره باي ذا واي علي فرج عنده لقاء النهارده كبير جدا مع لاعب النادي الاهلي مصطفى عسل. وده ماتش هيكون قوي جدا، وهم كان ليهم لقاء سابق في بطوله ديسمبر وليهم لقاء المره دي، وده من الحاجات الماتشات اللي كلنا رايحين النهارده نتفرج. اولا مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي، لاعب هو بيمثل مستقبل السكواش في مصر. يعني هذا الناشئ او هذا اللاعب اللي هو لسه سنه صغير له مستقبل، له مستقبل كبير، استطاع ان هو في فتره زمنيه وجيزه ان هو يثبت وجوده، وكلنا متوقعين ليه ان شاء الله مستقبل السكواش. البطوله بتاعتنا يمكن احنا واخدين سلوجن البطوله، بنقول فيوتشر از ناو، المستقبل الان. حلو. في الوقت اللي العالم فيه كله وقف الحياه وتوقف عن ممارسه الانشطه الرياضيه وعمل شات داون، احنا في مصر هنا لم نتوقف. هو ده في حد ذاته يتقال عليه مغامره حتى لو كانت محسوبه؟ ممكن البعض يرى فيها شيء من التهور، ولا بتبقى الدنيا محسوبه للدرجات دي؟ يعني فكره ان العالم كله بما فيها الدول العظمى الكبرى المعتاده من قديم الازل على تنظيم يعني فعاليات رياضيه مختلفه ايا كان المسمى وايا كان نوع الرياضه، ومع ذلك بينزلوا بالستائر السوداء عشان موضوع الكورونا. لكن مصر في الوقت ده زي ما حضرتك بتقول تصدت لتنظيم بطولات عالميه زي بطوله العالم لكره اليد وبطوله العالم في الرمايه والبطولات اللي حضرتك بتتكلم عليها، فدي بتبقى مغامره محسوبه. انا مش عايز اسميها مغامره، هي احنا بناخذ بالاسباب. احنا ما دام بنعمل اللي علينا وبنطبق. طب ما العالم كله ما بياخدش بالاسباب، ليه عملوا شرط؟ جايز متخوفين او هم عندهم تخوف زياده. احنا اثبتنا من خلال تنظيم لعده، يعني احنا نستطيع نذكر اربع بطولات دلوقتي تم تنظيمهم. طيب وهنقول تمت بسلام. البطوله اللي احنا ظلناها في ديسمبر الحمد لله كل المشاركين والمنظمين ما فيش حد جاله حاله واحده، لان احنا بنطبق بتشدد. ويمكن اثبتنا، يمكن احنا مصر يعني مدعوه انها تستضيف بطوله العالم ناشئين 2021 في شهر 8 الجاي. طيب ده جاي ليه؟ جاي من الثقه في اللي شافوه الفتره اللي فاتت طبعا. طيب وكمان اما احنا بنخرج او يعني خرجت لاعبه زي نوران جوهر اللي هي مصنفه رقم اثنين لانها كسرت قواعد البابل وخروجها من البطوله، في صرامه في وتشدد، ده بيطمن العالم كله، بيطمن الناس كلها ان لا الناس دي بتعمل بتشتغل وبتفكر وبتنظم وبتخطط وبتنفذ مظبوط. الموضوع مرجعه في الاخر هو كل حاجه محسوبه بدقه،
وبصرامة شديدة جدا جدا. طيب أنا هروح مع حضرتك لآخر نقطة لأن الوقت بيجري، بس هي نقطة مهمة، ليه ما كانش في يعني التغطية الإعلامية والصحفية وحتى على السوشيال ميديا الكافية إن إحنا نقدر يعني نستفيد كماركت لمصر برضو بحاجة زي كده؟ زي حضرتك بتقول إن دي برضو بطولة عالمية، يعني ليه ما عملناش ده؟ يعني أكيد كان في تغطية أنا متأكدة، ولكن ما أعتقدش بالحجم الكافي يعني، ولا حضرتك تختلف معايا؟ يعني أنا أتفق وأختلف. اتفضل. أتفق مع حضرتك في إن إحنا ما فيش حاجة بنوصل فيها للسكاي أو السماء هي الليمت بتاعها، فإحنا كل في دايما هيبقى في حاجة لسه ما عملناهاش نستطيع إن إحنا نعملها. لكن في الحقيقة وجودي أنا مع حضراتكم النهاردة ده يعكس اهتمام إعلامي برياضة الاسكواش في مصر. الرياضات الفردية على في مصر في الحقيقة ما كانتش واخدة حقها كفاية، لكن في الحقيقة بدأنا يحصل تغطية بشكل متميز من واهتمام إعلامي. هقول على سبيل المثال، احنا من سنة 2018 وبطولاتنا الدولية بتبث على الهواء في التلفزيون المصري وفي الفضائيات على الهواء من اول ماتش لغايه اخر او اول مباراه لاخر مباراه. طب ده ما كانش بيحصل. النهارده اصبح في مزيد من الاهتمام الجماهيري تجاه هذا الموضوع. البطوله بتاعتنا بتبث على تلفزيون الاسكواش على 80 دوله في العالم لايف، فبيخلي كل الناس مهتمه. النهارده البطوله بتاعتنا بتحظى بتغطيه اعلاميه دوليه غير مسبوقه. البطوله اللي عملناها في ديسمبر جالنا إفادة، بيجيلنا تقرير من التغطية الإعلامية اللي بتتم على مستوى العالم كله بما فيها التغطية الإعلامية المحلية هنا. وفي الحقيقة منظمة اللاعبين المحترفين بتشيد بأن البطولة بتاعت ديسمبر لم يحظى في تاريخ منظمة اللاعبين المحترفين بطولة دولية أخذت هذا أكثر من بطولة الجونة حتى؟ في الحقيقة فعلا. يعني أنا طبعا الجونة يعني ناس عظام وبينظموا حاجة متميزة ومحترمة كلنا بنحبها وكلنا بنروح نتفرج عليها. البطولة بتاعتنا خدت يعني مساحة كبيرة جدا من الاهتمام، ويوم عن يوم هتلاقي ان في اهتمام اكبر. ممكن فعلا ان هي برده ما بقالهاش كتير من 2018 بطوله الجونه، بقالها تقريبا 2013 عمر فبرده خمس سنين فرق. بكل حال يعني بنتمنى اكيد التوفيق، حاجه تسعدنا كلنا كمصريين ان احنا نشوف بجد دلوقتي بطولات دوليه بتقام عند او على ارضنا وبهذا الكم. حضرتك بتقول 7 بطولات دلوقتي في اقل من 3 سنين، حاجه تشرفنا اكيد. هو يعني طبعا دي حاجه احنا بنحاول نعمل حاجه تشرفنا كلنا في مصر وتخلي اسمنا كبير، واحنا لاعبينا الدوليين في كل حته في العالم يعني ليهم مكانه كبيره جدا في الحقيقه. عموما احنا سعدنا جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله بنتمنى لك المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. انا لا اسعد واشكر جدا. شكرا يا فندم. هنروح فاصل سريع، فقراتنا لسه مستمره، بعد الفاصل هنكمل.